بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد بنتكلم خلاص قبل 24 ساعة من مباراة حرس الحدود، هي مباراة سيتم تسليم فيها النادي الأهلي درع الدوري العام عن الموسم الحالي، موسم 2022-2023. الخماسية تتحقق بشكل رسمي خلال هذا الموسم بعد إنجاز الفوز ببطولة الدوري قبل نهاية المسابقة بخمس أسابيع. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا عن الاستعدادات الجارية على المستوى الإداري من حيث الترتيبات الخاصة لمباراة الغد، وكمان هنتكلم على المستوى الفني وكيف يفكر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في الاستعداد لمباراة حرس الحدود وما هو قادم بالنسبة للمرحلة الجاية في ظل معطيات جديدة تتعلق بموقف مباريات كأس مصر للنادي الأهلي بعد ختام الدوري العام. هل تؤجل مباراة الداخلية أم لا؟ هنتكلم على الحضور الجماهيري، الحضور المتوقع للجماهير في مباراة الحرس غدا إن شاء الله على استاد القاهرة، المباراة اللي هتتلعب الساعة 8:30 مساء بإذن الله. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة إجمالا كده من خلال الموسم الحالي، في رأيكم ما هي أجمل أهداف الأهلي في الدوري هذا الموسم؟ تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آرائكم على أجمل أهداف الأهلي في الدوري هذا الموسم. طبعا اختيار صعب جدا والأهداف المميزة كتير، ولكن قدر الإمكان شاركوا معنا في الإجابة على السؤال، وكل واحد يتوقع أو يقول رأيه في أفضل هدف من وجهة نظره أحرز هذا العام بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري العام. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمباراة حرس الحدود، وكمان الأهلي ينهي تعاقد ميكيسوني بالتراضي. وفي الترند العالمي، رابطة الدوري السعودي تطبق نظام اللعب المالي النظيف. شيء رائع جدا لما المملكة العربية السعودية بتعمل صناعة للرياضة من جديد، وبالنسبة للعبة كرة القدم لما تجيب كل النجوم اللي موجودين في الكرة الأوروبية وينضموا ويلعبوا في دوري روشن السعودي، مهم جدا لازم تطبق يعني مبدأ أو نظام مهم جدا اسمه اللعب المالي النظيف. هذا النظام مطبق في الدوري المصري ولكن حبر على ورق، ليس له أي علاقة على أرض الواقع مما يحدث في التعاقدات وميزانيات الأندية التي تقدم إذا قدمت أصلا للاتحاد مع بداية كل موسم. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس في فقرة ترند الترند. بكرة إن شاء الله مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري العام، وكلنا عارفين إن خلاص الدوري انتهى وباقي ثلاث مباريات هي مباريات مؤجلة للأهلي، مع الحرس، مع بيراميدز، ثم المواجهة الأخيرة مع المصري يوم 26 من نهاية الشهر الجاري. بكرة هي مباراة تتويج الأهلي ببطولة الدوري رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي، وعبر كل المشاركات اللي شارك فيها الأهلي في هذه البطولة اللي لها تاريخ كبير جدا منذ انطلاقها عام 1948. وبكرة كمان هيكون آخر ظهور لهذا الدرع، درع الدوري العام، مع تتويج البطل بهذا الشكل. وهذا الدرع اللي هيكون الشكل القديم للدرع بعد الدرع الجديد اللي بيتم تصنيعه خلال الفترة اللي جاية عشان يتم تسنينه بطل الدوري الموسم المقبل 2023-2024. طبعا على مدار 74 سنة الدرع ده اتسلم للأهلي 43 مرة، يعني انت بتتكلم في أكتر من حوالي 70% من تاريخ الأندية الفائزة ببطولة الدوري العام، 70% منها النادي الأهلي لوحده. عدد الأندية اللي فازت بالدوري جمعها الأهلي 3 أضعاف الفوز ببطولة الدوري بجمع كل الأرقام اللي حققتها فرق الدوري، الزمالك، الإسماعيلي، الأولمبي، الترسانة، كل الفرق اللي فازت ببطولة الدوري في السنوات الأخيرة. لو تسألني على المستوى الشخصي أو تسأل أي أهلاوي يقول لك الدرع ده بعد ما الأهلي ما يستلمه بكرة بشكل رسمي المفروض يتحط فين؟ أكيد يتحط في متحف الأهلي، يكون موجود في دولاب بطولات النادي الأهلي. مع كامل احترامي لاتحاد الكورة، هو الاتحاد اللي بيمتلك المسابقة وهو اللي بيمتلك درع الدوري، ولكن هل الاتحاد عنده متحف عشان يحتفظ بالدرع؟ أكيد لا. ولكن الأهلي بعد الفوز ب 43 درع على كل الفرق في مدار على مدار التاريخ من 1948 لغاية 2023، يعني أقل تقدير إن يتم تسليم الدرع والأهلي يحتفظ بيه زي ما الاتحاد الإفريقي عامل لائحة
انك لو فزت بدوري الابطال او اي كاس من الكؤوس الافريقيه 3 مرات بتحتفظ بالبطوله. حتى لو فزت ببطوله بتاخد كوبي منها، وبعد فتره قبل يعني تسليم الدرع او تسليم الكاس للبطل الجديد بترجع الكاس اللي انت استلمته، بيبقى عندك نسخه من البطوله اللي انت فزت بيها، لان دي بتبقى القاب مهمه جدا لازم تحتفظ بيها وتكون موجوده في المتحف. وبما ان الاهلي عنده متحف في مقر النادي الاهلي في الجزيره حاطط فيه كل البطولات، اكيد اكيد مهم جدا ان الدرع يكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان الدرع يزين دولاب بطولات النادي الاهلي بعد الفوز ب 43 مسابقه طوال 74 سنه. هتكلم على الاحتفاليه، وهتكلم على الحضور الجماهيري، وهتكلم على كل الامور الخاصه باحتفاليه الاهلي بكره. ولكن قبل كل ده لازم اروح بسرعه الى الزميل العزيز فاروق صلاح، موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره قبل استئناف الفريق للتدريبات استعدادا لخوض مواجهه حرس الحدود بكره. فاروق مساء الفل، ازيك؟ برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وخليني أقول لك برضه يا محمد مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، طبعا عودة درع الدوري الدرع رقم 43 إلى أحضان الجزيرة، ويعني احنا كلنا سعداء إن احنا شهداء على الموسم الاستثنائي، واحد من اعظم المواسم التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي منذ انشاء النادي الاهلي عام 1907. اعتقد كلنا سعداء ان احنا موجودين وعايشين هذه اللحظات السعيده مع كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اكيد. طيب عايز اطمن منك، وانت دايما متعود معانا والجماهير كلها متعوده منك كل الاخبار الكواليس المعلومات والسبق الصحفي دايما من خلالك، من خلال متابعتك لتدريبات الاهلي، فالجديد من خلال متابعتك للتدريبات عندك معلومه على ماتش الداخليه في الكاس بكره، كولر هيلعب ازاي، مباراه الحرس، في لعيبه غايبه، في تصعيد لعدد من قطاع الناشئين، يعني المايك معاك كل التفاصيل بقى من خلالك. يعني خليني في البدايه محمد اتكلم طبعا على مباراه حرس الحدود، المباراه مؤجله من الاسبوع الثالث والثلاثين لبطوله الدوري المصري الممتاز اللي حسمها خلاص النادي الاهلي. انت عارف ان النادي الاهلي بعد مباراه المقاولون العرب استأنف تدريباته خلاص، انت عارف يعني كل 48 ساعه بتلعب مباراه، كان بالامس استأنف تدريباته استعدادا لهذه المواجهه. امبارح بالامس طبعا انضم لتدريبات الفريق النادي الاهلي لاول مره مروان عطيه لاعب فريق النادي الاهلي بعد طبعا عودته من يعني ظروف وفاه والده، يعني بندعي له كلنا ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته. ايضا خليني برضو اقول لك محمد، طبعا محمد الشناوي ما شاركش في المران نظرا طبعا لاصابه الكابتن محمد الشناوي في المباراه الاخيره امام المقاولون العرب. طبعا كان من المقرر ان الدكتور احمد ابو عبله يجري مجموعه من الفحوصات الطبيه امس واليوم لمحمد الشناوي، حتى الان يعني لم تصدر نتيجه هذه الفحوصات، لكن خليني اكد لك بصوره شبه مؤكده عدم يعني جهاز او لاحقيه لحاق محمد الشناوي بمباراه الغد امام فريق حرس الحدود. النادي الاهلي عنده مجموعه من الحراس المميزين علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، فالامر ده بالنسبه للنادي الاهلي مش هيبقى فيه اي مشكله. عايز اكلمك على الامور الخاصه ايضا يا محمد بهذه الاحتفاليه، مستر مارسيل كولر عامل طبعا روتيشن وبيدي فرصه للاعبين الصاعدين او اللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه مستمره، تقدر تقول من اللعيبه الصاعدين من قطاع الناشئين اللي هيكون موجود في المباراه وفقط اللاعب محمد زعلوك. لكن خليني اقول لك على نقطه مهمه جدا، ان يعني الجهاز الفني او الكابتن سيد قبل كل اللاعبين اللعيبه كل لاعب الكامل هتكون موجوده غدا في الاحتفاليه، احتفاليه تسليم درع الدوري، كافه اللاعبين سواء اللي هيشارك في المباراه او اللي مش هيشارك في المباراه، الجميع هيكون موجود غدا بمشيئه الله في هذه الاحتفاليه اللي الجميع بينتظر التفاف جمهور النادي الاهلي اللي يملا جنبات ان شاء الله استاد القاهره الدولي للاحتفاء والاحتفال بفريق النادي الاهلي المتوج على عرش الكره المصريه وعرش الكره الافريقيه. طبعا من ضمن محمد الامور برضو اللي انا عايز اكلمك عليها وهي نقطه مهمه جدا، تعرف خلاص النادي الاهلي حسم درع الدوري، فاز على الزمالك، امور كتير جدا حققها مستر مارسيل كولر وحققها اللاعبين في هذا الموسم الاستثنائي. لكن خلينا اتكلم في نقطه مهمه جدا يا محمد، وهي نقطه اجاده مستر مارسيل كولر للدوافع النفسيه للاعبين وازاي بيخلق دوافع نفسيه للاعبين. يعني في مباراه الاخيره امام المقاولون العرب يا محمد في المحاضره الفنيه اتكلم في نقطتين مهمين جدا، وخليني يا محمد انا بقيت عارف من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي بنتكلم في كل الامور بكل الارتياحيه وبكل المصداقيه امام جماهير النادي الاهلي.
مستر مارسيل كولر قال للاعبين انتوا حققتوا موسم تاريخي وعملتوا موسم وانجازات كبيره جدا، ليه ما اطمعش ان انا احقق كل حاجه في هذا الموسم؟ ليه ما يكونش عندي الهدف ان انا افوز في الاربع لقاءات؟ طبعا كان لقاء المقاولون العرب حرس الحدود المصري بيراميدز، ليه ما تبقاش انتوا الجيل التاريخي في تاريخ النادي الاهلي اللي يحقق 90 نقطه ويبقى رقم قياسي يسجل ليكم في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه؟ اتكلم على انه يخلق دوافع جديده للاعبين، يكون عنده حوافز للاعبين. الناحيه النفسيه بيوجدها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اشاد طبعا باداء اللاعبين في المباراه الاخيره وقدر ان هو يخلق دوافع جديده، اشاد باللعيبه اللي هو يعني قال لهم كلمه مهمه جدا، انا في لعيبه بلعب بيها في اكثر من مركز، في لعيبه بتلعب في غير مركزها، بس لعيب النادي الاهلي يقدر يلعب من اكثر من مركز، ودي بتديني مرونه في ان انا انفذ او اطبق التكتيك بتاعي، وبتدي قيمه اكثر للاعب. الامور اللي احنا لمسنا من اللاعبين، لمسنا من الجهاز الفني، امور مهمه جدا يا محمد، انعكاس للحاله العامه اللي بيعيشها النادي الاهلي داخل جدران النادي الاهلي وبين الجماهير، ثقه كبيره جدا عند اللاعبين في مستر مارسيل كولر. مهم جدا يا محمد يبقى عندك اللاعب اللي عنده القناعه الفنيه بيه المدير الفني، ده اللي انا لمسه في حديثي مع اللاعبين، ودي نقطه مهمه جدا احنا لمسنا يا محمد. طيب هل بكره ممكن يكون في ارتداء، يعني اللي هو التيشيرت اللي بيتكتب عليه الشامبيونز اللي انت البطل، ممكن يكون في يعني شكل جديد بكره في الاحتفاليه؟ انا عارف، بص يا فاروق، جماهير النادي الاهلي نفسها تحتفل ببطوله الدوري، يمكن لما بتكسب الكاس او دوري ابطال افريقيا بيبقى في احتفالات وكل حاجه، لكن سبحان الله الاهلي فاز بالدوري 43 مره، الناس مش قادره تتذكر مثلا يوم كان في احتفاليه ليها شكل معين، هل بكره ممكن نشوف حاجه مميزه في احتفاليه الدرع ال 43؟ بص يا محمد، يعني انت في البدايه انت بتحرق بعض المفاجآت اللي ان شاء الله عايز اقول لك انها تبقى لاول مره احتفال شكل مختلف تماما في هذه الاحتفاليه. مفاجآت كتيره جدا الجماهير هتنتظرها ان شاء الله في هذه المفاجاه. طبعا تيشيرت البطل او الدرع رقم 43، وخليني برضو اكد على نقطه مهمه، دي اخر نسخه لدرع الدوري، الاحتفال بيها هيكون بشكل مختلف تماما. النادي الاهلي كان اول بطل لهذه الدرع وهو اخر بطل لهذه الدرع. عايز اقول لك في مفاجآت كتير جدا بتحضر للاعبين للجماهير في هذه الاحتفاليه. زي ما قلت لك الجهاز الفني ابلغ للاعبين، اللعيبه كلها تكون موجوده في الاحتفال، سواء اللي هيكون موجود في القائمه او اللي خارج القائمه. هي يوم في حب النادي الاهلي، يوم في الاحتفال، بس خليني اقول لك على نقطه مهمه، مستر مارسيل كولر مش عايز الاجواء الاحتفاليه تاخد اللعيبه من الثلاث نقاط، ودي نقطه مهمه جدا بيشدد عليها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين. طبعا كلامه مهم جدا، عايزين نعمل موسم تاريخي. الراجل يا محمد او المستر مارسيل كولر ما بتهموش الارقام قد ما قال للاعبين الكوره، طالما الكوره بتدي لك كل حاجه ما تاخدش منها حته واحده، لا خد منها كل حاجه، لان الامور في الكوره بتحمل متغيرات كتير جدا. مهم جدا أكيد. يوم ما تكون الظروف معاك والكوره يعني مساعدك لازم تاخد كل الفرص المتاحه. فاعتقد يا محمد في مفاجات مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي، يوم مهم جدا هيكون في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ درع الدوري رقم 43 باذن الله. باذن الله. الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من ملعب التتش بالجزيره قبل استئناف الفريق للتدريبات والدخول في معسكر مغلق، شكرا جزيلا ليك. حاولت قدر الامكان اقرب شويه من الصوره وايه اللي ممكن يحصل بكره، ولكن بكره يبدو ان هيبقى فيه مفاجات يعني تسعد كل جماهير النادي الاهلي في استاد القاهره على هامش مباراه حرس الحدود. النقطه المهمه اللي انا يمكن لفتت انتباهي، يبدو ان مارسيل كولر كده عايز ينهي الموسم دوري اللا هزيمه، دوري بلا هزيمه، يخلص كل المباريات. الحمد لله الاهلي ما يخسرش ولا مباراه، ولكن طبعا هو سلاح ذو حدين، الامر متعلق انت بتستعد ازاي للموسم الجديد. هل كولر مستني موقف كاس مصر فعايز يخلص الثلاث المباريات القادمه في الدوري بدون هزيمه وبعد كده يدي الفريق اجازه؟ هو مستني قرار واحنا زيه مستنيين قرار، وهل القرار ده هيكون حاسم في مساله منح الفريق اجازه وراحه سلبيه؟ لاننا عارفين كولر عايز يدي الفريق اجازه من النهارده قبل بكره، ولكن بما ان موقف ماتش الداخليه والمصري في كاس مصر لسه مش واضح، فالراجل عايز يخلص الدوري بدون هزيمه، لان لسه الموسم الجديد لسه فيه شويه وقت. الناس اللي بتعتقد ان الموسم الجديد هيبدا 1/9 بلقاء السوبر الافريقي، انا بطمنكم بقول لكم لسه شويه على ماتش السوبر غير محدد الموعد حتى الان، وغالبا بنسبه كبيره الماتش يوم 1/9 مش هيتلعب، هيتاجل تاني، لان لسه الكاف لم يعلن اصلا ان 1/9 هو موعد المباراه، وبنسبه كبيره هذا الموعد هيتاجل لانه كان موعد مبدئي طرح في اجتماع اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي، وبالتالي هيكون اول مباراه رسميه للاهلي في منتصف شهر 9، فهيكون في مساحه ما يقرب من حوالي شهر ونص، او حوالي يعني بنتكلم في حوالي 60 يوم ممكن استعدادا للموسم الجديد، لكن الامر بيتوقف على مباريات كاس مصر خلال الساعات القادمه. طيب امبارح النادي الاهلي
بعت خطاب رسمي لوزارة الداخلية عشان السماح بالساعة الكاملة للجماهير في استاد القاهرة. طبعا مهم جدا الجماهير تحضر وتشجع وتؤازر وتحتفل مع اللاعبين ببطولة الدوري، ويكون مظهر احتفالي مميز للفريق يليق حتى بالبطولة وانت بتختتم الموسم. يعني عادي جدا ممكن الموسم بالكامل نتيجة الظروف واللي احنا يعني بنحاول ندخل الجمهور واحدة واحدة تبقى الأعداد الجماهيرية في الملاعب مش كتير، ولكن لما تكون مباراة تتويج وما فيهاش منافسة والأمر محسوم مهم جدا ان يكون في حضور جماهيري. يعني الاستاد يعني نتكلم في نص الساعة، يعني الأهلي بيطلب الساعة الكاملة، لو يتوافق مثلا على 30,000 يتوافق على 40,000 هيبقى المنظر جميل. نتمنى يا رب خلال الساعات القادمة يكون في يعني قرار بخصوص هذه الجزئية، لأن بصراحة مشهد الاحتفالية ده هيكون تتويج لجهود كل القائمين على البطولة، الرابطة والحكام واتحاد الكورة والأندية والنادي الأهلي والمنظومة والأمن في المقام الأول قبل كل ده. فده شيء مهم جدا وهيكون أكبر تسويق لبطولة الدوري كمان خلال السنوات القادمة، في ظل احنا شايفين تحديات كبيرة جدا موجودة في الشرق الأوسط بالنسبة للدوريات العربية، وحتى في الدوريات شمال إفريقيا شايفين الدوري المغربي بشكله جديد، شايفين المنافسات اللي موجودة في الدوري الإماراتي الدوري السعودي. فنتمنى الدوري المصري يرجع من جديد لمكانته اللي احنا عارفينها. دي كانت جزئية متعلقة بالحضور الجماهيري في مباراة حرس الحدود بكرة. طيب عايز اتكلم في موضوع تاني وهو موضوع الصفقات. كلام كتير كل يوم ايه ده، كل ساعة يعني كل ساعة الناس بتتكلم على فكرة الاهلي بيخلص صفقة، الاهلي بيعمل صفقة جديدة، مسؤولين في أندية تانية بيتكلموا عن صفقات الاهلي وعن تفاصيل مفاوضات الاهلي وعن تفاصيل مالية لصفقات الاهلي مع لاعبين اخرين. ارجعوا كده فلاش باك لورا شوية، انا على المستوى الشخصي سواء هنا او حتى في شغل الصحفي ما بتكلمش حتى على صفقات أندية تانية، ما بتكلمش حتى على ارقام مالية لصفقات ممكن تنتقل لأندية تانية. حتى قناة الاهلي بشكل عام، اعلام النادي الاهلي بشكل عام، وكل من ينتمي حتى لاعلام النادي الاهلي ما بيتكلمش على فكرة ان في لعيبة فسخت في أندية تانية، وفي لعيبة هربت من أندية تانية، وفي لعيبة بعد ما جت بماتش ولا ماتشين الصفقة طلعت صفقة فاشلة ومشت، ما بنتكلمش على الحاجات دي، لأن احنا دايما بنتكلم على شغلنا، لا بنتكلم عن صفقات الزمالك ولا بنتكلم عن صفقات بيراميدز ولا بنتكلم على كل التفاصيل دي. لكن الغريب إن في ناس دايما شغلة نفسها باستعدادات الأهلي بصفقات الأهلي، تصحى الصبح كده النهارده تلاقي واحد منهم مثلا ايه يقول لك الاهلي ضم كذا لمده كذا والتوقيع كذا والاعلان خلال ساعات. انت بتشتغل في الاهلي؟ لا. انت صحفي؟ لا. طب انت ايه؟ يعني انت ايه دورك ايه؟ لا ملوش علاقه بالموضوع، بس هو عايز يبقى ترند، فعشان يبقى ترند يكتب عن الاهلي، ملهاش معنى تاني. ما هو لو اتكلم عن فرقته مش هيبقى ترند، ما هو كده كده اصلا جمهور فرقته مش طايقه، يعني جمهور فرقته اساسا مش طايقه وزهقانين منهم، فيتكلم عليه يتكلم عن الاهلي، يقول لك بقى الاهلي ضم كذا، الاهلي اشترك كذا، الاهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب قعد مع كذا، كلام بقى بيتقال وخلاص. ما هي الناس بتحاول قدر الامكان تشغل جماهير الاهلي بموضوعات تخص الاهلي، ووصلوا لمرحله في توقيت معين يقول لك ايه، لا ده الاهلي تراجع عن صفقه خلال الساعات الاخيره. هو الاهلي كان اعلن اصلا ان هو بصدد اتمام صفقه مع لاعب معين؟ لا. هل الأهلي ممكن يعلن عن صفقة خلال ساعات؟ وارد، بس الأهلي بيشتغل بمنظومة أو بإطار معين اللي شايفه في مصلحة جماهيره ولاعبيه وأجهزته الفنية. الأهلي فقط هو من يحدد التوقيت المناسب للإعلان عن الصفقات، والأهلي هو الوحيد الذي يحدد اللاعبين الذين سيستفيد منهم الأهلي خلال الموسم القادم أيا كان مين هو اللاعب. ده حق أصيل لإدارة النادي الأهلي، حق أصيل للمدير الفني للنادي الأهلي. كل اللي عايز أقوله وأطمن جماهير النادي الأهلي إن خلال الفترة اللي جاية القريبة أوي 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 هيتم الإعلان تباعا عن الصفقات الجديدة للفريق. الناس مستنية تسمع عن إتمام تعاقدات رسمية مع لاعب، لا هتسمعوا عن صفقات جديدة للفريق، وكله هيعلن بشكل طبقا للنظام المتبع من خلال النادي الاهلي. طريقه المفاوضات، التفاصيل دي اكيد تخص اداره النادي الاهلي، جماهير الاهلي في المقام الاول
ما بتدخلش يعني ما بتتكلمش في التفاصيل دي، فما بالكم بقى باعلام منافس بيحب يتكلم في التفاصيل دي. وده مش من دلوقتي، ده من زمان. انا مش هنسى وانا في بدايه عملي حتى الصحفي في 2004 2005 في التوقيت ده، انا فاكر الكل اتكلم قال لك ايه، اكوتي منساه انتقل للاهلي ب 11 مليون جنيه. وقتها كانت 11 مليون جنيه كان رقم كبير، يعني ده دلوقتي تقدر تقول مثلا ايه ما يقرب بيساوي مثلا حوالي 90 مليون او 100 مليون جنيه. وقتها لما اتقال الرقم ده ناس كتير اتخضت، وهي يعني التاريخ هيثبت بعد كده في التوقيت المناسب. انتوا عارفين الحكايات والذكريات بيجي لها توقيت معين والناس بتحكي الاسرار والكواليس، ولكن كلنا عارفين ان الرقم ده كان غير صحيح. دلوقتي برضو بيتقال ارقام معينه، وانا بقول لكم الارقام اللي بتتكتب كلها ارقام غير صحيحه، وارقام اقل كتير جدا من الاسماء من الارقام اللي بتتكتب في السوشيال ميديا او حتى من خلال بعض المواقع او حتى من خلال بعض من ينتمي لاعلام بعض الفرق في الساعات الاخيره. باذن الله ان شاء الله كل اللي انا بطلبه من جماهير النادي الاهلي، استنى، ما تستعجلش، ما تخليش حد يشككك في قرارات اداره النادي الاهلي. اعتقد هذا الموسم التاريخي اثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك ان النادي الاهلي يخطو خطوات ثابته خلال الفتره القادمه من اجل الحفاظ على هذا الموسم التاريخي. بقول التاريخي مش الاستثنائي، لان الاهلي ما فيش حاجه اسمها موسم استثنائي بالنسبه له. الاهلي دايما متعود انه يفوز بالبطولات كلها. فالموسم السنه دي موسم تاريخي. ليه تاريخي؟ لان انت كسبت كل حاجه، مش في الكوره بس، في الباسكت، في الهاند بول، في الفولي، كسبت بطولات وخسرت بطولات على جميع الأصعدة، حتى في الووتر بولو السنة دي مع الجزيرة ومع هليوبلس كسبت منهم بطولة الدوري، رغم أنكم أقوى منافسين ليك خلال السنوات الأخيرة، في التنس، في كل الألعاب الرياضية اللي بنتكلم عليها. وخلي بالكم كمان الفترات اللي جاية في مسابقات قوية جدا، بنتكلم على دوري أبطال إفريقيا، بنتكلم على الدوري الأفريقي الممتاز، بنتكلم على كأس العالم للأندية، بنتكلم على كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة. أدي أربع بطولات قارية ودولية في 90 يوم، في 90 يوم. في كمان اتجاه إن ممكن يكون في بطولة السوبر النخبة اللي فيها أربع أندية، كلام طالع إن ممكن تتنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال شهر أكتوبر. فأدي بطولة خمسة محلية. كل ده لسه ما اتكلمتش على الدوري ولا الكاس الجديد ولا الكاس الحالي ولا حتى استكمال باقي منافسات الفترة اللي جاية. أنا بتكلم بس في خمس بطولات لغاية دلوقتي، وكل ده الأهلي بيستعد ليه خلال الفترة الجاية. وإحنا امبارح الحمد لله كان لينا السبق في فكرة اللي إحنا نطرح اللي هيحصل فيه أجندة الأهلي خلال الموسم اللي جاي. ومن ساعة ما اتكلمنا لغاية النهاردة كل المواقع والبرامج بيتكلموا على إن موقف الدوري العام خلال الفترة الجاية هيكون موقف صعب جدا، لأن مفيش توقيتات مناسبة لإقامة منافسات الدوري في ظل انشغال الأهلي بكل البطولات دي. وكان لينا انفراد مهم جدا، وقلنا إن الاتحاد الإفريقي هيرسل الاتحادات الوطنية اللي أنديتها بتلعب في السوبر ليج اللي هو الدوري الأفريقي الممتاز، إن طول ما بيلعبوا في المسابقة في الفترة من 20 أكتوبر ل 11 نوفمبر، أنت كاتحاد وطني ما تحطش أي مباراة محلية عشان ما يتقالش إن المباراة دي مؤجلة. الفترة دي فترة أجندة دولية للنادي الأهلي زيها زي فترة المنتخب الوطني. بكل صراحة وبكل وضوح، فإن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله محدش هيقدر يشكك جماهير الأهلي في قرارات النادي الأهلي، ولا في نفس الوقت كمان يشتت جماهير الأهلي فيما يفكر فيه النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. لأن الفترة اللي جاية زي ما قلت لكم قبل كده فيها مفاجآت مدوية على مستوى الصفقات والتدعيمات. وفي وقت معين قلت لكم في أسماء بتطرح على السوشيال ميديا، صدقوني مش هي دي الأسماء اللي هتيجي بنسبة 70-80%. قلت ممكن اسم أو اتنين، ولكن في اسماء تانية هتشوفوها مطروحه الفتره الجايه لان الاهلي قرب يخلص فيها. وكلكم سمعتوا خلال الساعات الاخيره اسماء جديده بتطرح ما كانتش بتتقال قبل كده. وانا بعيد لكم تاني، الفتره اللي جايه هتسمعوا او هتشوفوا صفقات الاهلي بيعلن عنها لاسماء غير اللي انتوا بتقروها، ما عدا صفقه 2-3، ولكن الاهلي بيحضر لقائمه قويه تلعب منافسات كبيره الفتره الجايه عشان لما توصل لكاس العالم للانديه في 2025 تقدر تلعب على الوصول للأدوار النهائية. طيب، في مجموعة من الأخبار النهاردة النادي الأهلي أعلنها بشكل رسمي،
وكمان نادي البنك الاهلي اعلن بشكل رسمي كمان انضمام ايمن اشرف ليه لمده موسمين. نتمنى التوفيق يا رب لايمن اشرف من اللعيبه الرجاله احد ابناء النادي الاهلي، كل التوفيق لايمن اشرف بعد انتقاله لنادي البنك الاهلي، خاصه بعد ما اعلن النهارده البنك الاهلي خلاص تعاقده مع ايمن اشرف لمده موسمين. ولما اجي لاخر اخبار الترند هستعرض الرساله والكلمه المهمه اللي كتبها ايمن اشرف لكل جماهير النادي الاهلي. حاجه ثانيه كمان، الاهلي النهارده اعلن انه انهى التعاقد مع اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني بالتراضي. انهى النادي الاهلي علاقته مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وتنازل اللاعب عن كافه مستحقاته الماليه المترتبه على المده المتبقيه من تعاقده لمده موسمين. ووجه النادي الشكر للاعب عن الفتره التي قضاها وبذل خلالها اقصى جهد للمساهمه مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري. إذن صفقة كانت مهمة جدا في الفترة الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي زي لويس ميكيسوني. النادي الأهلي النهاردة الحمد لله يعني قدر يعني يصرف النظر أو يرحل لويس ميكيسوني بالتراضي عشان يكون في مساحة تقدر لما ما يكونش عندك أجانب كتير عشان لو عايز تجيب صفقة أو اتنين الفترة اللي جاية. وكمان لازم تشوف حل في موضوع اللاعبين المعارين خارجيا، لأن الفيفا من الموسم اللي جاي مش هيسمح لأي نادي عنده 7 لعيب أو أكثر محترفين في الخارج، فكان لازم النادي الأهلي يوفق أوضاعه في هذه الجزئية. طيب أيمن أشرف، أنا كنت لسه بتكلم على موضوع خلاص انتقاله لنادي البنك الأهلي. صفحة الرسمية للنادي الأهلي اهي كتبت حاليا: شكرا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة، الشكر لا يكفي ومكانك في القلب، أيمن أشرف ابن النادي الأهلي. ده كان كلام مهم جدا، وزي ما قلت لكم النادي الأهلي بيخطط بشكل كويس للمرحلة اللي جاية، مين هينضم مين هيرحل، موضوع اللاعبين الأجانب، كل الأمور دي لازم تمشي في إطار لائحي، لأنك عندك لوائح الفيفا بيعمل لها تحديث وأبديت خلال الفترة اللي جاية. فكان مهم جدا اتخاذ قرار في لويس ميكيسوني، والحمد لله انتهى الأمر بالتراضي زي ما حصل أيضا كمان مع اللاعب البوليفي أو اللاعب البرازيلي برونو سافيو اللي انتقل الى الدوري البوليفي وعاد من جديد الى فريق بوليفار. لسه كمان والتر بواليا خلال الايام القادمه ان شاء الله هيكون في قرار متعلق ببواليا، وكمان لو في بقى صفقات من المستوى اللاعبين الاجانب هيكون في يعني ترتيبات مهمه عشان عدد الاجانب اللي عندك. في عندك 5 اجانب موجودين في الفريق الاول، وعندك لاعب اجنبي تحت السن زي محمد كريستو، فكل التفاصيل دي لجنه التخطيط بتشتغل عليها بشكل كويس. وانا بتكلم معاكم دلوقتي قبل ما اطلع لفاصل، شوفوا التفاصيل دي كلها في اجتماعات مستمره وعلى مدار الساعه للجنة التخطيط مع قطاع الكورة، وحتى اجتماع اللجنة حاليا دلوقتي في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد بخصوص كل هذه التفاصيل خلال المرحلة اللي جاية. فرسالة الجمهور الأهلي قبل ما نطلع فاصل: لا حد يشتتكم ولا حد يشككم كمان في أي تفاصيل النادي الأهلي بيفكر فيها خلال الفترة اللي جاية. فاصل ثم نواصل. الأهلي في مواجهة حرس الحدود. ضمن مؤجلات الأسبوع 33 من الدوري المصري. الاستوديو التحليلي الأقوى مع الكابتن أيمن شوقي. الاستوديو التحليلي غدا الساعة 7 مساء. على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. عارف إحساس الأدرينالين وهو بيجري في عروقك؟ لما كل الأصوات تسكت وما تسمعش غير دقات قلبك، الزمن بيقف علشان تسبق وتلحق. اهلا بيكم في 7 دايز تو سبرنت. السرعه والجرء الاثاره والمهاره. مهما كانت هوايتك كواليسها اكيد معانا. بنتابع كل رياضات العالم طول الوقت ومن اي مكان. انا عبد الرحمن ناجي في 7 دايز سبورت. 7 دايز سبورت الخميس الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. كان صدمة كبيرة جداً
تألق كبير جدا بموسم حافل، ولكن طار الحلم في لحظه.